باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول إصحاح 29. انتهينا في إصحاح 28 بقصة شاول الملك لما طلب الجان وتعامل مع الشيطان وختم حياته بأسوأ ختام ووقع في خطية صعبة كان هو نفسه حرمها على الناس قبل كده. وبيقولوا بعض الآباء ساعات لما الواحد ياخد موقف شديد من خطية يبقى الشيطان يعني عاوز ينتقم منه. فشاول في أول حياته من الأحكام الحلوة اللي خدها أنه حكم بأنه أي حد يتعامل مع بتوع الجان والتوابع بالنفي أو القتل. فزي ما تقول الشيطان كان عاوز ينتقم فخلاه هو نفسه يتعامل معه. ده مش معناه ان الواحد ما يجهدش، لا، ده معناه ان الواحد يفضل طول حياته لما يغلب خطية معينة يفضل مراقب نفسه فيها طول العمر لألا يتقوى عليه الشيطان. وشفنا في الآخر ازاي الشيطان قال له، الروح الشرير قال له يعني انه هيهلك في الحرب، واكتئب تماما ووقع في اليأس شاول الملك، وابتدوا يأكلوه لكن محدش فيهم حتى حاول يقول له توب وربنا يرحمك. احنا في الوقت ده كنا سيبنا داود النبي في موقف صعب. لو تذكروا في الإصحاح اللي قبل ده صح 27 كان في أزمة أنه أخيش ملك الفلسطينيين داخل حرب كبيرة، وأن داود يعتبر واحد من رجالته، وأصبح فيه مشكلة أن داود لازم هيدخل الحرب من جانب الفلسطينيين مش من جانب اليهود، وده معناه يعني خطية مش ممكن التراجع عنها بعد كده، مش هيسامحوه طبعا شعب إسرائيل على حاجة زي كده. وجمع الفلسطينيون جميع جيوشهم إلى أفيق، وكان الإسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوف، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش. الساقة اللي هما المشاة، يعني نزلوا فعلا أرض المعركة من ناحية الفلسطينيين. أترى كان إيه اللي جوه داود في الوقت ده؟ بيفكر في إيه؟ خلاص بعد ساعات هتقوم الحرب وهيضطر يموت اليهود قرايبه، وهو الملك عليهم المفروض ومسؤول عنهم قدام ربنا، بأي وش هيقابل ربنا أو هيقابلهم؟ يجوز في الوقت ده داود صلى، لأنه ابتدى يحس بالربكة وهو بقاله مدة ما بيصليش. ما احنا قلنا من ساعة ما راح صقلق دي واحتمى عند الفلسطينيين ترك المزامير وترك الصلاة، لأنه لو صلى هي ربنا يقول له إلا ما عاد كان تقعد وسط الوثنيين باختيارك. فأحيانا الواحد ما يفتكرش ربنا غير لما يتزنق خالص ويحس أنه ما فيش مفر وما فيش حاجة يطلع منها فيضطر يصرخ. ربنا استجاب لصلواته إذا كان صلى، وتدخل الله بشكل عجيب عشان يمنع داود من أنه يعني يجرم في حق شعبه وأنه يغلط غلطة كبيرة في حق ربنا. وأحيانا ربنا من حنيته يمنع أولاده من الغلط، بس ده مش معناه أن الواحد مش حر، لا، معناه أن ربنا بيعطل أولاده أن هم يغلطوا. برضو لو تذكروا قصة داود وأبي جايل، أبي جايل لما جت حننت قلبه قال لها مبارك ربنا اللي بعتك تعطليني عن إتيان الشر، أنت منعتيني من الغلط، كونك جيتي كده وقلت كلمة كويسة وأنا هديت، أنا كنت غضبان وكنت هقتل وكنت هفتري وتبقى هتبقى غلطة كبيرة. أحيانا الواحد يكتشف أن ربنا بيمنع عنه الغلط، بيمنع عنه الغلط، لكن ده مش معناه لو واحد مصر على الغلط ربنا هيمنعه، لكن من أجل الدالة ربنا يتحنن ويعطل الغلط أحيانا. فقال رؤساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيون؟ الفلسطينيين لما يحاربوا تتجمع القبائل من كل حتة، ففي بعض القبائل ما كانتش تعرف انه داود احتمى عند اخيش، ففوجئوا
انه في كتيبه او في فرقه من الفرق اللي بتحارب معاهم عبرانيين. قالوا له مين دول وازاي يدخلوا معنا الحرب؟ فقال اخيش لرؤساء الفلسطينيين: اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذي كان معي هذه الايام او هذه السنين ولم اجد فيه شيئا من يوم نزوله الى هذا اليوم؟ يعني اخيش شهد لداود وقال له مش هو ده داود اللي كان في يوم من الايام عبد شاول والنهارده اتقلب عليه وبقى له معايا مده طويله قوي ما شفتش منه حاجه وحشه ابدا. طبعا الكلام ده مفروض يوجع قلب داود، لان الحقيقه داود كان بيخدع اخيش طول الفتره دي، وكان بيحارب بعض العماليق من غير ما يقول لاخيش، ويدعي قدام اخيش انه حارب يهود عشان يشتري الرضا، وعامل الحكايه الخدعه باحكام بحيث ما يفضلش اي حد عايش يروح يقول لاخيش الحق داود، بدل ما بيموت يهود بيموت ناس على وفاق مع الفلسطينيين. فاخيش دافع عنه وسخط عليه رؤساء الفلسطينيين، وقال له رؤساء الفلسطينيين: ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا الى الحرب. اصروا وقالوا له ده ما يدخلش الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب. قالوا له ده لما يحارب وسطينا في لحظة يتقلب علينا هنبقى بقى مش مفتحين له يعني، فكده يخدعنا كلنا، يبقى بيحارب في صفوفنا ونفاجأ انه خاننا ورجع تاني لشاول، تبقى مشكلة. فبماذا يرضي هذا سيده؟ هما بقى بتفكيرهم البشري يقولوا له تفتكر عشان يصالح سيده شاول يعمل ايه؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ هو لما يقطع كام رأس من رؤساء القبائل يقدر يصالح شاول بهم. أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ لسه فاكرين الكلام ده، فات عليه سنين طويلة، إنما ما زالوا فاكرين لأن جلياط فلسطيني، جلياط من جت أحد بلاد الفلسطينيين، فداود ده كان عدو قديم برضه. ولما غنوا له البنات غنوا له لأنه انتصر على الفلسطينيين، فهم مستغربين إزاي أخيش بالسذاجة دي يقبله ويقول له كمان تعالى حارب معانا. طبعا أخيش ما يقدرش يستغنى عن رؤساء القبائل لأن دول كلهم يعني شعوب متوحدة مع بعض ضد اليهود، فمش هيقدر يستغنى عنهم. فدعا أخيش داود وقال له: حي هو الرب أنك أنت مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، لأني لم أجد فيك شرا من يوم جئت إلي إلى اليوم، وأما في أعين الأقطاب فلست بصالح. كلام مفروض فيه تشجيع، إنما الحقيقة لو داود صريح مع نفسه يخجل من نفسه، لأنه بيقول له أنت مستقيم وخروجك ودخولك معايا مستقيم وما لقيتش فيك ولا شر ولا عيب، وهو الحقيقة مش أمين معاه ولا أمين مع ربنا ولا مع أمين مع حد دلوقتي. هو دلوقتي في مرحلة سيئة، ما فيش صلاة، ما فيش أمانة مع ربنا، ما فيش أمانة حتى مع الناس، في كذب. وبعدين بيقول له معلش هما مش عارفينك فمش قادرين يثقوا فيك. الحقيقة هم اللي عارفينه، أو هو فعلا مش محل ثقة دلوقتي. فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطينيين. قال له معلش خد رجالتك وامشي، مش هينفع تدخل معنا الحرب. مفروض انه يفهم بقى ان ربنا استجاب او منع يده من اتيان الشر، لانه كان هيدخل فيه مشكلة ضخمة طول حياته. انما هو بدل ما يجري يشكر ربنا ويقول له رب مش عارف جبت الحل ده منين، انت انقذتني من حفرة ما كنتش ممكن اطلع منها، امسأ فيها داود. فقال داود لاخيش: فماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت امامك الى اليوم حتى لا اتي واحارب اعداء سيدي الملك؟ قال انه كنت عملت ايه عشان تحرمني من الشرف ده ان انا حارب جنبك وهو مش عاوز يحارب ولا حاجه؟ فاجاب اخيش وقال لداود: علمت انك صالح في عيني كملاك الله. وبعدين بقى
كلام عمال يزيد، وهو أساسا أسوأ ما يمكن دلوقتي. أحيانا المديح يوجع لو الإنسان صادق مع نفسه، المديح يوجع مش يريح، لأنه لو الواحد صريح مع نفسه كل مديح بيستقبله معناه أنه بيغش الناس، ومعناه أنه هيتحاسب على المديح اللي بياخده. لأنه في آية تقول في الأمثال: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. لما واحد زي كده يقبل كرامة وهو يعني مش قدها ومش أمين فيها، يبقى زي البهائم التي تباد. فقالوا له: احنا شايفينك كما لاك الله. هو بيقول له كده أخيش. طب الكلام ده يتقال له زمان لما كان كويس ولما كان في مزامير ولما كان، إنما دلوقتي كله غش. إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا: لا يصعد معنا إلى الحرب. أخيش طبعا بيعتذر له، إنما واضح معه مش هتحارب، يعني مش هتحارب. والآن فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، وإذا بكرتهم صباحا وأضاء لكم فاذهبوا. لما يطلع النور الصبح خد رجالتك وامشوا، مش هينفع نبتدي الحرب غير لما تمشوا. طبعا كل ده عطلة وتأخير. فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا إلى أرض الفلسطينيين، أما الفلسطينيون فصعدوا إلى يزرعيل. تحركت بقى الكتائب في اتجاه اليهود عشان تبتدوا الحرب، وداود خد رجالته ورجع. ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ، رجعوا بقى للبلد اللي كانوا عايشين فيها، القرية اللي هي تبع الفلسطينيين اللي كانوا عسكروا فيها بقالهم زيادة عن سنة ونص. فوجئوا بمصيبة: العماليق دول أو العمالقة اللي هم كانوا بينهم وبين داود طار، لأن داود في الفترة بتاعت السنة ونص كان بينط عليهم ويكسر فيهم ويموت منهم، ودول ناس مجرمين بطبعهم. فهم شمشموا على الأخبار، عرفوا أن داود رايح يحارب، وسافر بقى هو ورجالته نزلوا تجاه اليهود. وداود غلط غلطة طبعا، لأنه ما فيش صلاة وما فيش تفكير حكيم، ما سابش ولا راجل حماية للقرية، خد كل الرجال عشان يعمل منظر قدام أخيش وقدام رؤساء الأقطاب. فخد كل الرجال، ساب الستات والعيال بس في صقلة. فجماعة بتوع عماليق دول ما صدقوا، دخلوا حرقوا البلد وخدوا الستات والأطفال سبايا، ودول ناس بطبعهم ما بيرحموش، فلما ياخدوا حد غالبا بيموتوه. ناس ما عندهمش مبادئ، وهم بطبعهم عايشين على زي قطاع الطرق كده. فلما جاء داود ورجاله إلى صقلق في اليوم الثالث، يعني كان فات ثلاث أيام عقبال ما طلعوا من القرية دي ورجعوا لها تاني، قبل ما راحوا بقى ناحية أخيش، وبعدين عسكروا يوم، وبعدين حصل المداولات دي، وبعدين اترفضوا يحاربوا فرجعوا تاني من المعسكر. لما رجعوا في اليوم الثالث فوجئوا: كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ، وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار. طبعا شافوا منظر مرعب، داخلين على القرية بقى كل واحد عاوز يروح لبيته ويشوف عياله، فوجئوا ان القرية محروقة عن آخرها وما فيهاش حد أبدا. فطبعا منظر مرعب بالنسبة لهم، لأن دول 600 راجل أغلبهم ما كانش كلهم متجوزين وعندهم أولاد. وسابوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. هم على غير المعتاد خدوهم سبايا، إنما يعني متوقع يموتوهم في السك. فدخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. لأول مرة يجي التعبير ده على داود ورجالته. داود ورجالته انهاروا في البكاء لدرجة مش قادرين يقفوا على حلو، أن كل واحد اعتبر أن مراته وعياله اتقتلوا. فإحساس صعب جدا، والإحساس الأصعب عند داود، لأنه مسؤول مش بس عن مراته وعياله، عن كل الناس دي، ومسؤول عن عملته من الأول. هو اللي فكر يحتمي في صقلغ، فهو دلوقتي بيحصد كل اللي عمله خلال سنة ونص.
احيانا الخطيه ما يبانش نتيجتها بسرعه، والواحد يغلط ويفتكر انه عدت وتسطرت، لكن الحقيقه الخطيه ممكن تكون مركونه ويطلع لها نتائج سيئه جدا بس متاخر، وربنا يفضل مطول باله شهور لعل الانسان يفوق ويكتشف قد ايه غلط وغلطه كبيره. انما داود كان فاكر نفسه ماشي صح وقراره صح ومبسوط وبيضحك، ونزل على العمالقه اللي حواليه وكسرهم، وشايف ان في توفيق كده ونجاح، ومش عامل حساب اليوم ده خالص. النجاح مع الاشرار نجاح مؤقت، مش ممكن سكه الشر تبقى نجاح على طول، فيها نجاح مؤقت الشيطان يغري كده، لكن بعد شوية تقلب غم لازم وغم صعب. فداود بكى بكاء مر، وكل الرجالة بكوا بكاء مر، بس هو كان محتاج البكاء ده، لأن البكاء المر ده بيغسل الإنسان من أخطاء متراكمة، زي اللي بيدعك حاجة كده ملزقة بقالها مدة، فهو بقاله مدة كان محتاج الدموع الحارة دي، لأنه دي لخبطة جامدة قوي. يقول الكتاب: رفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء، وسبيت امرأة داود أخي نعم اليزرعيلي وأبيجايل امرأة نابال الكرملي، يعني الاثنين اللي متجوزهم بأولاده. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه. شوف وصلت لإيه، الشعب اللي معاه من غزهم ودقهم، وهم أساسا احنا قلنا أخلاقهم يعني مش تمام بطبعهم، قطع طرق، مهما كانوا حبوا داود وعاشروه، إنما في اللحظة دي اللي خسروا فيها أولادهم فكروا يرجموه، يعني بقى من كله فكروا برجمه، هو المسؤول عن القرار الغلط، فتقلبوا عليه. ولما الكبير بيغلط ساعات الناس ما بتسامحوش، يعني بيقولوش احنا كنا موافقينك وكنا شايفينك مظبوط، لا خلاص انت المسؤول. لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة، كل واحد على بنيه وبناته، وأما داود فتشدد بالرب إلهه. عجيبة الآية دي، بقالنا كده إصحاحين ثلاثة مستنين آية زي كده، إنه داود قد ما وقع وقعة جامدة قوي، وقعد فيها سنة ونص ولخبطة جامدة، واحتمى عند إله الفلسطينيين وغش وكذب، وقع في رياء وتمثيليا وتصرف تصرفات غير لائقة، إنما لما دائد بيه جدا تشدد بالرب إله. هنا يبان فضيلة أخرى من فضائل داود، اللي هي فضيلة الرجاء. ساعات لما الواحد يغلط غلطات كبيرة يتغلب من اليأس، وده اللي حصل مع يهوذا. يهوذا لما غلط واعترف أنه غلط، ندم وقال أنا أخطأت لأني سلمت دما بريئا، إنما اللي غلبه مش الطمع في الوقت ده ولا الخيانة اللي خان بها المسيح، اللي غلبه وضيعه اليأس، لأنه لو كان تاب كان ربنا رحمه. في فضيلة مهمة قوي هي اسمها الرجاء، لأننا بالرجاء خلصنا، يقول كده معلمنا بولس: مهما كان الواحد وحش وفي أسوأ أحواله وفي يعني قاع الخطية، لو افتكر ربنا يتشدد بربنا ويطلع من الحفرة تاني. بس عاوز رجاء، انك تثق ان ربنا رحمته واسعة. والرجاء مش معناه بقى طب خد لك بقى كم سنة توبة وبعدين ربنا يسمع لك. الغريب ان داود تجاسر مع الدموع دي وقال له: يا رب عاوزك تسمع لي دلوقتي، تسمع لي دلوقتي زي زمان، أنا عارف إني ما استاهلش، وعارف إني لخبطت الدنيا، وعارف إني تسببت في إهانة لإسمك، وعارف إني سلكت سلوك لا يليق أبدا بمسيح الرب، وخدعت أخيش الطيب، واتقال علي ملاك الله وأنا بقيت أسوأ من أي حد، إنما أنا محتاجك تسمع لي دلوقتي. يا ترى إيه الطلب اللي هيطلبه؟ شوف: أما داود فتشدد بالرب إلهه، ثم قال داود لأبي أثار الكاهن ابن أخي مالك. فاكرينه أبي أثار ده اللي كان هرب زمان لما قتلوا كل الكهنة
شاول قتلهم، فضل أبي آثار الشاب الكاهن الشاب لازم داود، وقال له أنت معايا على طول، وما كناش نسمع له حس لأن داود ما بيتعاملش معاه. هو في واحد كمان لما يغلط يبعد خالص عن الكاهن عشان ضميره ما يتحركش. فبقالنا سنة ونص ما بنسمعش عن أبي آثار، لحد بياخد رأيه ولا بيقول له صلي. عشان كده البعد عن أب الاعتراف وحش، البعد عن الكنيسة والكهنة يخوف، ممكن يخلي الواحد يمشي في الغلط كتير وما يلحقش روحه. لما تشدد بالرب إلهه أول حاجة عملها استدعى أبي آثار الكاهن، قال له الحقني، قدم إلي الأفود. احنا قلنا الأفود ده زي الصدرة كده بتاعت الكاهن، كان يلبسها عشان ياخد رأي ربنا، يصلي ويستشير ربنا في قرار. فداود مع الدموع والبكاء الحار والتوبة الصادقة بقى بيقول في قلبه، يا رب أطمع إنك تنجي عيالي وعيال الناس دي، ولا يبقى طلبي صعب قوي؟ أنا ملياش عين إن أنا أطلب، بس أنا مش هحتمل إن أنا كنت سببت في قتل كل أولادي وأولادهم وستاتهم، فأنا هطمع. عندي رجاء إنك تكون عملت معجزة واستبقيت الناس دول، ودي حاجة مش معتادة، بتوع عماليق ما بيبقوش على حد، بطبعهم بيموتوا أي حد. قدم إلي الأفود. يبقى تعالوا نفكر تاني، لما تقع خالص وتبقى حاسس بقرب اليأس تشدد وصلي ودور على جونة. تشدد، ما تسيبش نفسك لأفكار يأس صعبة مهما كنت عملت ولخبطت، حتى لو كنت أذيت ناس كتير برضو ربنا يقدر يصلح، ربنا أب طيب يصلح ورا أولاده، ممكن يعمل معجزات. فقدم أبي آثار الأفود إلى داود، فسأل داود من الرب قائلا، إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ وحتى مش لاحق يقول له سامحني، هو طبعا ضمنيا قال له أنا غلطان وسامحني وارحمني، ويجوز قال مزمور من مزامير التوبة الكثيرة في المزامير بتاعته، إنما كان عنده سؤال محدد ومستعجل جدا، لو طلعت ورا دول هلحقهم ولا مش هلحقهم؟ فالثلاث أيام، ثلاث أيام فرق مش سهل، إنه ما يعرفش مشوا في أنهي اتجاه وما يعرفش هيلحقهم ولا لا، ولو لحقهم يا ترى هيكون في عيال صحيين ولا لا. إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ فقال له الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. شوفوا الإجابة اللي جاء من ربنا، كأن ربنا تحمس معاه وبيشجعه، وأضاف على السؤال الكلمة اللي نفسه يسمعها، مش بس تلحقهم وإيه كمان تنقذ، تنقذ يعني لسه عايشين، هو مش عارف، هو خايف يسأل يا رب في حد عايش ولا خلاص ولا المصيبة كملت، مش عارف. فقال له طب الحقهم وخلاص، قال له تلحقهم وتنقذ. قد كده يا رب رحمتك واسعة، بعد كل اللي عمله ده أهان اسمك، ده قبل مديح بطال، ده يعني كان هيشتغل مع الأعداء ضد شعبك، ده غش وكذب ولخبطة جامدة قوي، معلش. بدل رجع يتشدد ويبكي بقلبه ويعرف غلطه خلاص. إنك تدرك وتنقذ، اوعى تقول الوقت سرقني، الآية دي تدينا رجاء، اوعى تقول الوقت راح، الوقت راح ازاي؟ مفيش أجمل من القصة دي، مهما كنت كبرت أو لخبطت أو الحكاية تعقدت قوي، ما تقولش الوقت راح، لأن القصة دي ترد على حكاية مفيش فايدة، لا في فايدة، الوقت ما راحش. تدرك وتنقذ، تنقذ ما يمكن إنقاذ ويطلع ما يمكن إنقاذه، ده كل الناس. فذهب داود هو وستمائة رجل الذين معه، وجاءوا إلى وادي البصور والمتخلفون وقفوا. الظهر من كتر الجري والسرعة، في منهم 200 واحد نفسهم وقع منهم، مش قادرين يجروا بالسرعة دي، ومع الانهيار النفسي اللي هم فيه ومع عدم الإيمان اللي عند ناس كتير، مش مصدقين إنه ممكن ينقذوا أهلهم. خلاص دي ناس بكت على أولادها وتحرق قلبها، فيعني مستبعدين، عارفين عماليق كويس، داود عنده إيمان بس مش كل اللي حواليه عندهم. ففي 200 واحد تخلفوا، قالوا له لا
فيش فايدة، احنا مش هنطلع نكمل الحرب دي، خسرانة خسرانة. فابتدى يحصل خلل حتى في الستمية. طب ده الستمية دول ما يكفوش للمعركة اللي جاية، عماليق دول أعداد كبيرة. فابتدى إيمان داود ممكن يتهز، مش ناقصة أن الرجالة من رجالته دلوقتي يضعف، بس هو السبب. فذهب داود هو الستمية راجل الذين معه وجاءوا إلى وادي البصور، ده في نص السكة يعني، والمتخلفون وقف. أما داود فلحق هو وأربعمائة رجل، ووقف مائتي رجل، لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور. يبدو في حتة صعبة عبرها في الغابات كده، فما قدروش يعدوها، 201 من شدة الإعياء تعب. إنما داود مصر. إيه اللي خلاه مصر دلوقتي؟ إنه خد وعد. الوعد اللي تسمعه من ربنا يديك حماس وغيرة وطاقة ما كانتش عندك لو صدقت كلمة من ربنا. لو اتعلقت بربنا تكتشف طاقة مش عادية. الإنجيل يقول لأنه تعلق بي فأنجيه. اللي يتعلق في ربنا، ربنا يحط في قلبه حماس غريب. فبالرغم ان هو يعني نفسيا كان مرهق جدا وبدنيا كمان، انما بهذا الامل الوعد اللي سمعه ده خلاه في غيرة بتاعت 100 راجل، ومش بينام ومش بيهدى، تدرك وتنقذ. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل، وهم بيجروا، هم برضو مش مميزين السكة قوي، مش متأكدين هم ماشيين صح ولا لا، هم بيخمنوا يا ترى العماليق خدوهم في أنهي اتجاه. لقوا واحد مصري في الحقل في حالة يعني قرب يموت من كتر التعب، فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء. الرجل كان مرمي كده في حالة يعني نص غيبوبة، وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب. كانت دي الإسعافات الأولية عشان يدوا طاقة للشخص اللي بقى له يومين ثلاثة مشربش وماكلش، يدوا سكريات كده سريعة عشان يعلو بالسكر في دمه، يقوم يفوق بسرعة ويعرف يتكلم معاهم. فشوية مية على تين على زبيب فأكل، ورجعت روحه إليه، يعني زي اللي كان بيموت وفاق، لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليالي. هذا الرجل اللي كان بيموت بقاله 3 أيام و3 ليالي. فقال له داود لمن أنت ومن أين أنت؟ طبعا بعض القديسين ما يصدقوا يسمعوا 3 أيام و3 ليالي ومخهم يروح في إيه؟ في الصليب طبعا، ويقولوا الأكلة اللي جايبها داود دي هي بقى خبز الحياة اللي هيجيبها المسيح بعد الثالث بعد قيامة المسيح، عشان يدينا يقوم المصري اللي فينا من حالة الموت اللي هو فيه، لأن ده يطلع عبد عماليق يعني عبد الشيطان. فهذا العبد اللي كان رموه، لأنه الشياطين يعملوا كده، يستعبدوا الواحد ويرموه في الآخر يموت، دي حاجة رمزية يعني من الماحي الرمز. فقال له داود لمن أنت، شوف السؤال، لمن أنت ومن أين أنت؟ لمن أنت يعني أنت تبع مين؟ مين صاحبك؟ وهذا سؤال مهم على فكرة، لما يسألوا كل واحد فيكم أنت بتاع مين؟ ما هو في الدنيا دي بتاع الشيطان يا بتاع ربنا، مفيش ثالث، يا بتاع عماليق يا بتاع داود. داود بقى هو إشارة للمسيح له المجد، فقال له لمن أنت؟ قال أنا كنت بتاع عماليق قبل كده لغاية ما سابوني أموت، لولا رجالتك جم وقوموني يعني ابتديت أتنفس تاني أهو. ومن أين أنت؟ هيقول له بقى أنا كنت رايح فين وجاي منين. فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام. قال له احنا كنا عماليق وأنا عبد الواحد منهم، وبعدين لقوني عييت، فهم لا بيعالجوا ولا بيهتموا، ما عندهمش مبادئ، ناس صعبين، فسابني رماني كده موت بقى لي 3 أيام. فإننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب، وأحرقنا صقلغ بالنار. هو سمع الكلمة دي قال له ده أنت الدليل اللي احنا مستنينه، لأن أكيد بيصلي بيقول له رب اديني دليل، اديني علامة أنا ماشي صح ولا لا، أنا لقيهم إزاي الناس دول، فأنا عاوز حد يدلني عليهم. فالراجل ده قال له أنا كنت عبد للجماعة بتوع عمليق
ضربنا كذا حاجة، وكلهم كانوا يهود اللي بيتضربوا دول. ضربنا جنوبي كالب، كالب ده من سبط يهوذا، ومنطقة تانية مال يهوذا، وأحرقنا صقلع بالنار. دي بقى البلد، القرية اللي كان فيها داود ورجالته. فقال له داود: هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ قال له: ترشدني؟ ترشدني؟ ما هو ممكن يقول له لا. فقال: احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي. قال له: بص، أنت لو سلمتني ليد سيدي هيقطعني، هيموتني، وانت كمان ما تموتنيش. ما يعرفش بقى ان داود ما بيموتش الناس دي. فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. قال له: هكون دليلك بس تحميني، لأن دول ناس مفتريين، لو وقعت في إيديهم تاني مش هيرحم. فنزل به، هو عارف بقى سككهم رايحين فين وجايين منين، فخدوا لغاية ما وصل به. وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض، يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. هم فرحانين طبعا، معهم غنايم كتير قوي. إنما في المنظر ده كان بالليل، فهم تسحبوا كده يقربوا، فلقوهم سكرانين وبيرقصوا وناسين روحهم، لكن لقوا إنه أغلب السباي، كل السباي ما ماتوش. شافوا منظر شجعهم جدا، لأن لقوا الأطفال والستات ما ماتوش لسه، يعني كانوا ناويين يموتوهم في مرحلة أخرى. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم. طبعا نزل داود ورجالته عليهم وهم في حالة سكر، كانوش مستعدين، فإيه خلص عليهم. ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا، يعني صغيرين اللي منهم خافوا في الضلمة وخدوا الجمال وجريوا. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه. بالمناسبة إذا كنا بنقول داود يشاور على المسيح له المجد من الناحية الرمزية، امرأتيه إشارة إلى اليهود والأمم. يعني ربنا يسوع له المجد جه خد اليهود وخد الأمم كمان، يعني اشترى الكل وأنقذ الكل، لأن اليهود مستعبدين للخطية والأمم كانوا مستعبدين للخطية. ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غليمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. أي جميلة أوي. طبعا حاجة ما كانتش على البال أبدا، إن كل حاجة ترجع طبيعية. إزاي يعني؟ يعني كل واحد يتصور إنه لازم فيه خسارة. هنا بقى تلاقوا الكلام مريح جدا، لم يفقد لهم شيء. ده شغل ربنا. ربنا الواحد يبقى يائس وواقع وفاقد الأمل وحاسس كل حاجة باظت ومفيش فايدة أبدا، وربنا لما يصلح يصلح 100% ويعدل كل الموازين بأجمل ما يمكن، ويرجع الحاجات لأحلى من الأولها كمان. لم يفقد شيء، لا صغير ولا كبير. ربنا يسوع له المجد يحب كل راعي يفكر بالطريقة دي. داود كان راعي، فمسؤول عن كل صغير وكل كبير. لا يفقد شيء، لا بنين ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. يبقى ربنا يسوع جه الدنيا دي عشان يرد الكل، ينقذ الكل، بس محتاج بقى الناس تسمع له وتمشي وراه. وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا: هذه غنيمة داود. طبعا رجالته بقوا فرحانين جدا وبيهتفوا وبيقولوا دي غنيمة داود، لأنه زي ما خد قرار غلط ضيع الرجالة، خد قرار صح ورد كل شيء. إذا كنت خدت قرارات غلط في حياتك، آن الأوان تاخد قرار حلو بالتراجع وبالتوبة، وربنا يكمل ويرجع كل حاجة. إنما الحكاية حكاية قرارات. فبعد ما كانوا ناويين يرجموا، دلوقتي بيهتفوا ويقولوا هذه غنيمة داود. يعني حتى بيقولوا خلاص ده شغله هو، ده نسبوا كل الفضل ليه، لأنه قدر ياخد هذا القرار الجريء بأنه يتبع العماليق وينقذ. وجاء داود إلى 200 رجل الذين أعيوا عن الذهاب. وهم راجعين بقى، الـ200 اللي كانوا مستنين من الإعياء ومن ضعف الإيمان فقدان الأمل ركنوا.
جاء داود إلى المتين الذين أعيوا من عن الذهاب وراء داود فأرجعوهم في وادي البصور، فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه. طبعا سمعوا الأخبار طلعوا بقى مهللين وفرحانين ومش مصدقين، ما هو برضو فيهم ستاتهم وولادهم. فتقدم داود إلى القوم وسأل عن سلامتهم. داود دلوقتي رجع داود بقى اللي احنا نعرفه، الإنسان الملتزم اللي فيه حاجات روحية حلوة وبيخاف ربنا وبيحب الناس. فمش راجع يقول لهم شفتوا سبتونا وبرضو ربنا نصرنا، مش كنتوا تيجوا معانا؟ طب ابدا، قال لهم انتوا بخير، ما حصل لكوش حاجه، طب هم دول يعني راكنين يعني ما حصل لهم ايه؟ انما بمنتهى الادب والتواضع ما حسسهمش بالذنب، ما قال لهمش ما طلعتوش تحاربوا معانا ليه؟ فقدتوا ايمانكم ليه؟ اديكوا ركنتوا في السكه وخلاص. سال عن سلامتهم. مين بقى اللي اتغاظ من الذوق ده؟ ما هو مش كل الناس كويسين ومش كل الناس ذوق. بعض الرجاله من الربعمية طبعا لقوا الغنيمه كبيره، فقالوا دول ما حاربوش ما ياخدوش، كل واحد ياخد مراته وعياله ويمشي، انما بدل ما غمروش معانا وما حاربوش معانا ما لهمش نصيب، كانوا هيقعوا المتين في الربعمية، فيبقى طالع من مشكله يدخل في مشكله تانية. فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين صاروا مع داود وقالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها، بل لكل رجل امرأته وبنيه فليقتدوهم وينطلقوا. ساعات يحصل موقف زي كده في حياتنا، تبقى أنت بتقول بس يا رب استر يا رب نجي وتعدي الأزمة، وبعد ما تعدي الأزمة بدل ما يبقى تبقى فرحان وتبقى ساخي وتبقى مش فارق معاك حاجة، ما انت كنت بتقول بس تعدي. يعني الراجل من دول كان بيقول بس اشوف عيالي، حتى مش كلهم، انما ده رجعت له مراته وعياله غنائم مضاعفة عن اللي خدها. طيب خلاص بقى وزع بقى براحتك وخليك ساخي. الطمع يدخل في ناس، تفضل تصرخ لربنا، يوم ربنا يستجيب ويستجيب كعادته بسخاء ويعطي أكثر مما نظن أو نطلب أو نفتكر، وبعدين يطلع واحد كده إيه يطمع في اللي حصل. وبعد ما كان مثلا واحد هيتداين طلع كسبان، يقول هي لازم العشور برضو في المكسب وبتاعه. الله، أنت كنت هتبقى متداين ويمكن تتسجن. لما ربنا مد إيده وكسبت كتير دلوقتي بتفاصل. فحصل موقف كده دخل فيه روح الطمع وروح الفرقة وروح الأنانية، وقالوا إيه؟ كل رجل شرير ولئيم، قالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها. طبعا دول لما قالوا استخلصناها معناها إيه؟ نسيوا دور ربنا. طب أنتوا كنتوا تقدروا تعملوا الشغلة دي من غير ربنا؟ ده كلها زي المعجزة. ده لولا ربنا رد على داود وقال له اطلع وهساعدك وهتنقذ وهترجع، ده ربنا اللي حافظ على الولاد وسطر عليهم في الثلاث ايام، كلها معجزة. انما هنا لما حسوا ان الفضل فضلهم والتعب تعبهم دخلنا في طمع. انما لان داود متأكد ان الحكاية كلها ايد ربنا، وقف بقى ايه بحياد وبحكمة حل الاشكال. استخلصنا بل لكل رجل امرأة وبني فليقتدوهم وينطلقوا. فقال داود لا تفعلوا هكذا يا إخواتي، لأن الرب قد أعطانا وحفظنا. ما تعملوش كده في بعض، ما تتخنقوش، دلولة ربنا ما كانش حد طال حاجة، احنا كنا هنموت بعض امبارح. الرب قد أعطانا وحفظنا. بلاش التفكير ده، بلاش الكلام بالأسلوب ده، خليكوا حنينين على بعض، افرحوا مع بعض. الغريب المشاكل توقع الناس في بعض، والمكاسب توقع الناس في بعض. ربنا ده ساعات يحتار يعمل ايه مع البشر، يجيب ايام صعبة الناس تأكل في بعض، يجيب ايام مريحة وسهلة برضو الناس يأكلوا في بعض. الانسان صعب. لما كان في ازمة كانوا هيموتوا داود، دلوقتي الخير كتير قوي هيموتوا بعض. قال داود لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا.
نسب كل شيء لربنا، ربنا هو اللي ادانا، ربنا هو اللي حافظ علينا، ربنا هو اللي دفع الغزاة لأيدينا. تعالوا نشوف ربنا يقول ايه في الحاجات دي، بلاش الطريقة دي. من يسمع لكم في هذا الأمر؟ مين يقول هتتخانقوا دلوقتي بعد ما كنا امبارح حالتنا حال؟ لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة. في شريعة في زمانهم تقول كده، شريعة كده عرف يعني من الأعراف بتاعت القبائل زمان، إن اللي يحرس الأمتعة ياخد نصيب زيه اللي يحارب بنفسه، لأنه ده له دور وده له دور. لأنه ممكن زي ما حصل في صقلاغ ما كانش في حراسة، اتحرقت البلد كلها، فإذا كان الخطأ برضه. فقال لهم لا، احنا هنمشي الشريعة والعرف المعتاد. فهنا حكم داود حكمة عدل وحق، وقال نمشي زي ما احنا متعودين نمشي، دول ياخدوا نصيب زيهم زي الحرب بالظبط. برضو الحتة دي ليها معنى حلو. فاكرين مثل أصحاب الساعة 11 في موقف مشابه، لما طلع صاحب العمل حكاية الحكاية ربنا يسوع كمثل، طلع في أول النهار لقى ناس ما بتشتغلش، قال لهم تعالوا اشتغلوا نديكوا دينار على آخر اليوم أجرة اليوم. الساعة 9 الصبح تعالوا اشتغلوا، الساعة 12 الظهر قاعدين ليه محدش خدم تعالوا اشتغلوا، الساعة 3 الظهر مالكوا قاعدين محدش أجرنا روحوا اشتغلوا. جت 5 مساء فضل على اليوم ساعة، نهاية اليوم 6 مساء، ايه اللي مقعدكم؟ قالوا محدش خدنا ولسه عندكم أمل، طب روحوا اشتغلوا ونبقى نشوف هنديكوا ايه. خلص اليوم ما استغلوش غير ساعة، فجي حاسبهم جاب الأخرانيين قال لهم تعالوا خدوا دينار. فالجماعة اللي اشتغلوا من الصبح قالوا بس احنا هناخد كتير بقى، بس هو متفق معهم على دينار. فجي يديهم دينار زعلوا، قالوا له ما دول خدوا دينار، قال له انت مالك بأخوك؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ أنا يا سيدي كريم حبيت أديله لأنه محدش أجره من أول اليوم، هو معرفش يعمل غير الجزء اللي فاضل ده، إذا كان عمل الحتة اللي عليه دي خلاص أنا راضي عنه وهدخله السماء. أنت خدت فرصة من أول حياتك تعرف ربنا، طب وماله؟ ما كل ده عيد لك في السماء. مقصود بها إيه؟ ربنا كريم في عطاياه، حتى للي متأخرين ومقصرين برضو ليهم دور، ليهم نصيب عند ربنا، بس يحاولوا يعملوا الدور اللي عليهم حتى لو دور ضعيف. عشان كده دايما احنا في صلاة الغروب نقول حتة جميلة قوي في الصلاة، نقول له ايه؟ احسبنا مع أصحاب الساعة 11. يعني يجي الواحد على آخر اليوم يحس ما صلاش كويس وما قراش الإنجيل كويس وما خدمش ربنا كويس، ويمكن اليوم هرب منه، فيقول له طب يا رب احسبنا مع اللي جايين على آخر اليوم كده يقولوا لك طمعانين في الدينار برضه، طمعانين في كرمك يعني. فهنا جماعة اللي كانوا مع الأمتعة اللي ما حاربوش وما تعبوش، لكن هو برضه كانوا يعني في نفس الجو، قالوا ياخدوا نصيب. لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، يعني إياكم والخصام، إياكم والزعل. لما يجي المكسب نشكر ربنا وتبقى عنينا مليانة، لما يجي الخير ما نخسرش بعض، نوزع بالتساوي حتى اللي اشتغل قليل، ما هو كل الفضل لربنا مش لحد، لأن الرب قد أعطانا وحفظنا. في علاقة وثيقة بين إحساسك بالعرفان لربنا وبين العطاء والسخاء. كل لما تحس إن ربنا مغرقك، كل لما تلاقي إيدك فرطة وقلبك واسع وكريم مع الناس كلها. إنما لما تحس إن ده شقاك وتعبك تبقى مش قادر تطلع مليم. فالإنسان الشاكر بطبعه سخي وكريم، والإنسان البخيل بطبعه متذمر وعمره ما يشكر أبدا. داود هنا قال الرب أعطانا حفظنا، أم وزع، ما كانش فارق معاه ياخد حاجة، هو كفاية عليه إنه شاف ولاده أحياء. الرب أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا. ومن يسمع لكم في هذا الأمر؟ لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية، وكان من ذلك اليوم فصاعدة أنه جعلها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا اليوم. البعض بيقول أنه كان هو بالنعمة اللي عليه في الوقت ده وبروح الصلاة ربنا اداله الفكرة دي،
وطلع من ساعتها هذا العرف انه نصيب ده زي ده، فاصبحت ايه يعني عرف سائد في شعب اسرائيل. ولما جاء داود الى صقلغ ارسل من الغنيمه الى شيوخ يهوذا، عمل حركه تاني حلو. هو بقى حاسس ان ربنا غرقه رحمه الاول، غرقه غفران، هو ما يستاهلش ابدا بعد اللي عمله، فمديون لربنا بكتير، فمش فارق معاه ياخد من الغنيمه خالص، مع ان داود هم نفسهم قالوا دي غنيمه داود، يعني لو خدها كلها ما كانوا سكتوا. انما هو قال لهم انا حقي بقى انا هتصرف فيه، سيبوني انا مش عاوز حاجه لنفسي خلاص، انا شايف ربنا كرمني تمام واداني كتير قوي، انا هوزع كل اللي جالي. فارسل من الغنيمه الى شيوخ يهوذا الى اصحابه قائلا هذه لكم بركه من غنيمه اعداء الرب. ابتدى يصالح القبائل اليهوديه قرايبه بتوع زمان اللي كان ناسيهم ومش سائل فيهم، لان هم كمان تضرروا من عماليق، دول محاربوش خالص، دول غلابه قرى يهوديه، طبعا شاول بسبب طريقته وادارته بقوا كلهم فقراء وحالتهم حال. فداود بقى حس انه مسؤول عن هؤلاء الفقراء، فابتدى يرجع بيعت خير لكل القرى اليهوديه اللي في المنطقه المتضرره من عماليق ومن عمايل شاول. الى الذين في بيت ايل والذين في راموت الجنوب والذين في يتير والذين في عروعير والذين في سنفوث والذين في اشتموع، كلها قرى محيطه بالمنطقه اللي كان فيها على حدود الفلسطينيين واليهود في الوقت ده. والذين في رخال والذين في مدن اليرحمئليين، دول قبائل من سبط يهوذا برضو، والى والذين في مدن القينيين، كل ده في جنوب فلسطينيين، كل ده له أماكن أثرية دلوقتي في جنوب فلسطين. والذين في حرمة والذين في كور عشان والذين في عتاك والذين في حبرون. ليه بيقول الكتاب كل التفاصيل دي؟ عشان يورينا قد إيه العرفان اللي جوه داود وقد إيه الغنيمة كبيرة. في الوقت اللي فقد الأمل إنه يشوف ستاته وعياله وانهار تماما، ربنا فاجئه بغنيمة لا تخطر له على بال. ربنا عجيب في كرمه، كل ده بالتوبة. شوفوا التوبة تعمل ايه؟ لما الواحد يبكي من قلبه ويتوب توبة صادقة ويرجع لإيمانه ويثق ان ربنا رحمته واسعة، يفتح عليه السماء كلها. ولما يفتح عليه السماء يكمل بقى في اتجاه التوبة الجديد ده، يكمل كإنسان جديد، لا فارق مع غنيمة ولا فارق مع فلوس ولا فارق مع كرامة، هو عاوز يرجع بقى ايه، يشوف الغلابة ويشوف الناس التعبانة وياخد دوره كمسيح الرب، بيعمل شغل ربنا. فابتدى يغرق كل البلاد اللي حواليه بالخير، مش بيفكر في نفسه طبعا. بالطريقة دي كلهم ابتدوا يقولوا يا فين أيام داود، كانوا ابتدوا ينسوه لأن هو سافر وسابهم، بعد عنهم وهرب من شاول. دلوقتي ابتدى داود يكسبهم كلهم في الوقت اللي شاول ابتدى يخسر كل الناس. يقول إلى الذين في حبرون وإلى جميع الأماكن التي تردد فيها داود ورجاله. برضه هو افتكر أنه بقاله سنين بيهرب في المناطق دي، المناطق دي كلها كان بيجري من شاول فيها من حتة لحتة لحتة، وكتير منهم من الناس الطيبين دول كانوا بيخبوه، كان يعرفهم، إنما ما كانش يقعد في بلد شهرين على بعض عشان شاول. فحس انه مديون لكل اللي خدموه خلال السنوات اللي فاتت. فالانسان التائب يرد الجميل ويرد المسروق ويرد تعب الناس على قد ما يقدر. فابتدى يرجع من الغنيمة دي كلها لكل اللي خدموه تعبوا معاه، كل واحد على قد ما تعب معاه، في الاماكن التي تردد فيها داود ورجاله. عاوز يقول لهم ربنا فك عليا بعد ما كنت هربان وبجري من جبل لجبل ومن حتة لحتة، دلوقتي أنا راجع أديكم من الغنى اللي ربنا أدهوني. وجت الحرب، حارب الفلسطينيون إسرائيل، ده بقى اللقاء الأخير لشاول الملك. فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. طبعا احنا متوقعين النهاية دي، لأن شاول بعيد عن ربنا من بدري، وآن الأوان أن داود يملك،
وانتهى زمان توبة شاول. حتى دي تخوف. ليه؟ لغاية الإصحاح اللي فات كان شاول عنده فرصة يتوب، لكن تأتي ساعة ينتهي فيها زمان التوبة. كل يوم الواحد عايشه ده زمان توبة. عزوا أنفسكم ما دام الوقت يدعى اليوم، عزوا أنفسكم كل يوم. طالما في يوم جديد، يا رب ارحمني، يا رب سامحني، يا رب اقبلني. ما تسيبش يوم يعدي من غير ما تتأكد انك مصالح ربنا. كل يوم فرصة توبة. انما شاول خد فرص آلاف الأيام، وخد رسائل آلاف الرسائل، وكذا مرة يبقى الحق قصاده واضح والرسالة قوية بتهزه من جواه. انما العند وحش، والطمع وحش، والغيرة وحش، وعدم الصلاة أوحش الكل. ما كانش بيصلي أبدا، ولا كانش يروح لأب اعتراف يدور على صمويل ولا أي حد مكان صمويل. وبسبب هذا العند والأسوة انتهى شاول نهاية سيئة. قتل على يد الفلسطينيين بطريقة مهينة وصعبة، وانتهت حياة شخص بدأ بارا وانتهى شريرا، على عكس أغلب قصص الكتاب المقدس. عشان كده قصة شاول الملك من القصص اللي تخوف، لأنه في بعض الناس ممكن تقول مش ممكن حد يبقى صدق في ربنا وينتهي نهاية وحشة. لا، طول ما الواحد حر في إرادته لازم يكمل اختياره لربنا للآخر، لازم يثبت في إيمانه للآخر، لازم يكمل جهاده لآخر نفس. فشاول بالذات بدأ كويس وانتهى وحش. ينطبق عليه المثل اللي قاله المسيح له المجد لما قال أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. أهو ده جابوه من آخر الناس كلها وعملوه أول ملك على إسرائيل، وربنا كان شايفه كويس يجي منه. إنما طبعا ربنا بسبب علمه كان عارف النهاية، بس حب يحط لنا مثل لكل الأجيال. الواحد يخاف على نفسه، ويخاف إنه يعند، ويخاف يبعد، ويخاف من الغيرة المرة، ويخاف من الحاجات اللي بتضيع الإنسان دي. فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه، وضرب الفلسطينيون يوناثان وأبي نداب وملكي شوع أبناء شاول. كل ولاد شاول اتقتلوا في اليوم ده. واشتدت الحرب على شاول فأصابه الرماة رجال القسي، فانجرح جدا من الرماة، جماعة بتوع السهام دول. فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعني به لألا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنونني ويقبحونني. هو بقى حس انه خلاص اتجرح وهيموت وهيلحقوه، قال له هموت بإيدك لكن ما موتش بإيديهم، لحسن يشوهوني ويبهدلوني قبل ما موت. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا. طبعا صعب ده يعني حامل سلاحه بقى له سنين بيخدمه وبينهم عشرة، تبقى نهاية صعبة قوي، فما قدرش يموت الملك. فأخذ شاول السيف وسقط عليه. يبدو كانوا بيعملوا حركة غريبة كده، يزرعوا السيف في الأرض ويرمي جسمه عليه بحمله عشان مش هيقدر الواحد يمسك السيف بإيده ويموت روحه. فكانت حركة صعبة قوي، لكن كانوا يعرفوها من نوع من عزة النفس يعني، قال يعني عشان ما يقعوش في يد الأعداء. فلما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول سقط هو أيضا على سيفه ومات معه، والتاني انتحر برضه. برضو الحركة دي تورينا حاجة، ان اجرة الخطية موت. كون شاول موت نفسه بايده، دي رسالة لكل الاجيال. يا شاول انت اللي عملت في روحك كده، مش هنلوم الفلسطينيين ولا هنلوم الظروف، انت السكة اللي اخترتها من زمان والبعد عن ربنا لازم ينتهي نهاية كده. فنتيجة الخطية هي الموت الوحش، بعيد عنكم موت ابدي كمان. فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاح وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولما رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا، أن شاول وبني قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا وأتى الفلسطين وسكنوا بها. وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتل وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطين في كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت الوثن بتاعهم، وصمروا جسده على صور بيت شان،
ولما سمع سكان يبيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاول قام كل ذي بأس وصاروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عن صور بيت شان وجاءوا بها إلى يبيش وأحرقوها هناك وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يبيش وصاموا 7 أيام. اللي حصل ببساطة أنه طبعا هم اكتشفوا جثث شاول وأولاده فشهروا بيها وعلقوها كده على السور عشان يعلنوا لكل الدنيا أن شاول مات وأن هم انتصروا. فجماعة كان بينهم وبين شاول عمار قديم سكان يبيش جلعاد دول راحوا بالليل استقطروا وكرموا الراجل اللي اليهود نفسهم ما كرموهوش ونزلوه وخدوه دفنوه وصاموا 7 أيام حزنا على هذا الملك اللي في يوم من الأيام كان بيعينهم وبيستر عليهم. وهنا هنعرف القصة دي لها يعني امتداد في السفر اللي جاي. احنا خلصنا سفر صموئيل الأول بنعمة ربنا. نفسي عشان المعاني اللي فيه ما تروحش مننا نرجع نقرأ كلنا في البيت ساعدتين ثلاثة كده. يعني هو حكاية جميلة من أول حكايات صموئيل النبي لما كان طفل وبعدين اختيار شاول وبعدين شاول كويس وبعدين شاول ابتدى يبقى وحش وبعدين داود وجلياط وداود وقصصه لغاية ما مات شاول. فسفر صموئيل الأول مليان قصص، سفر جميل جدا وسفر تاريخي نقدر نتعلم منه معانا كتيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.